السلام عليكم. طلبوا منا هنايا في هذا السؤال هذا باش نأطروا الاعداد ناقص إيكغيك هو الاول. اذا لدينا لاحظوا معايا شنو عندنا في المعطيات. عندنا سيدي إيكغيك محصور ما بين ماذا؟ ناقص 4 ناقص 1. فتأطير ناقص إيكغيك، عفوا ما كتبتهاش، فتأطير ناقص إيكغيك، غادي نضرب كل شيء في ناقص 1. غنضرب في ناقص 1 جميع الارقام، ولكن فاش نضرب في ناقص 1 كنغير المكان او الموقع ديال الاعداد. فناقص 1 غيدوز لهاد الجهه، ناقص 1 كان شي اللي ضربت فيه، ناقص 1 غيدوز لهاد الجهه، وناقص 4 دوز ديك الجهه. وغنضرب هنا في ناقص 1 ونضرب هنا في ناقص 1 لان ضربت في عدد سالب. حينما اضرب في عدد سالب كيف ما كان، سواء ناقص 1 ولا شي عدد اخر، ناقص 4 ولا ناقص 2، ضروري ما نغير المواقع هاد الاعداد اللي كان على اليمين يولي لليسار، اللي كان على اليسار يولي على اليمين، ونضرب في ديك العدد السالب ونضرب فيه. ناقص 1 في ناقص 1 هي 1، وناقص 1 في إيكغيك هي ناقص إيكغيك اللي كنقلب عليها انا، وناقص 4 في ناقص 1 هي 4، ويكون هذا هو التأطير ديال العدد ناقص إيكغيك. اوكي، لان عندي هنا إيكغيك، بغيت ناقص إيكغيك نضرب في ناقص 1. عطاوني في العملية الثانية باش نأطر 3 على 2 اكس ناقص ايكغيك. لاحظوا معايا فاش نبغي نأطر بحال هادي ما خصنيش نأطر، انا كاين كثير ديال التلاميذ كيدير كيأطر 3 على 2 اكس وياخذ ايكغيك وكيدير هذا العدد ناقص هذا. لا، في التأطير ما عمر دير الفرق ولا دير الخارج، ديما الفرق ردوا على شكل تجمع والخارج ردوا على شكل جداء. فهنايا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ غادي نردها بين قوسين، خلاص غترجع عندي بحال 3 على 2 اكس زائد ناقص ايكغيك. اذا لدينا غادي نأطرو بعد الاول 3 على 2 اكس، عندنا حنايا اكس محصور ما بين ماذا؟ محصور ما بين 3 و 5. اذا 3 على 2 اكس، يعني ضربت 3 على 2 خصيتها هذا اطراف اطراف العدد المؤطر، غنضربو هو 3 على 2. علاش ما خيرتش المواقع؟ لان العدد اللي كنضرب فيه اللي هو 3 على 2 عدد موجب، ماشي بحال اللي درنا ايكغيك. فانا ضربت عدد موجب، ما غيرناش المواقع ديال الاعداد. هي 3 على 2 اكس، 3 في 3 هي 9 على 2، و 5 في 3 هي 15 على 2. شنو هذا التأطير ديال 3 على 2 اكس؟ دابا حنا غادي نأطرو ناقص إيكغيك. ناقص إيكغيك عندنا في السؤال اللي قبل ديجا مأطر، يعني مأطر عندنا قبل، علاش غادي نعاودها؟ ولدينا غادي ناخد مباشرة النتيجة اللي لقيت، ناقص إيكغيك محصور ما بين 1 و 4، وغنقوم كما قلت قري عاد في الفيديو اللي كان سبق بأن كنجمع الصغير زائد الصغير والكبير زائد الكبير. هي 3 على 2 إكس زائد ناقص إيكغيك، كنجمع الأطراف ديال التأطير أو أطراف المتفاوتة ديالي، زائد 1، وهنا غندير 15 على 2 زائد 4 اللي هي سيدي 3 على 2 إكس ناقص إيكغيك، لأن زائد ناقص تعطي ناقص، وهنا سيدي تعطينا العامل أو المقام الموحد هو 2، هنا كذلك المقام الموحد هو 2 جوج في 4 جوج في 4 8 على 2 هي 3 على 2 اكس ناقص إيكغيك محصورة ما بين 11 على 2 وما بين 15 و 8 سيدي تعطينا 15 زائد 8 هي 23 على 2، ويكون بذلك أطرت العدد 3 على 2 اكس ناقص إيكغيك. ثم بقي هنا أن نؤطر إيكغيك زائد 5 الكل أس 2، إيكغيك زائد 5 الكل أس 2. كنحي هذه اللي تقبلنا، غتعطينا شنو غتعطينا سيدي؟ لنؤطر ماذا؟ إيكغيك زائد 5 الكل أس 2. شنو عندي أنا؟ عندي بأن عندي سيدي إيكغيك محصور ما بين ناقص 4 وناقص 1. شنو غندير؟ غنضيف له الاول، لان كثير ديال التلاميذ كيبقى شاغل باله بهاد الاوسي 2. لا، نشغل بالي بعدا ما بين قوسين عاد ننتقل انا لاوسي 2،
ما تسالش انا عمر صراتني بالكوسي اثنين كثير ديال التلاميذ كيدوخوا لا ما تدوخش اخويا ما تدوخيش اختي قبط اخويا خرج لي هادشي اللي بين قوسين هو الاول شنو غادي تعطينا ايكغيك زائد 5 وغادي نزيد 5 الاطراف المتفاوتين هادشي ولا هادشي بكل سهوله بدون ما نعقد الامر هنا اللي غيعطيني هنايا ماذا هنا واحد ايكغيك زائد 5 ديالي وهنا غادي يعطي 4 ثم غندخل دابا الاس اثنان غندخل الاس اثنان هنا الاطراف ديال العمليه ديالي هنا اس اثنان وهنا اس اثنان وبالتالي شنو غتعطينا بالتالي شنو غتعطينا هادي لاحظ معايا يكون بداك الطرف ايكغيك زائد 5 يكون اس اثنان تعطينا ايكغيك زائد 5 يكون اس اثنان محصوره ما بين 1 اس اثنان هي 1 و 4 اس اثنان هي 16 ونكون راني اثرت العدد ما نساوش عافاكم ما نساوش هاد لان راه كيحيدو عليهم النقط الاساسيه هنا نرد البال غير في النقيط راه كنقصو عليهم ضروري ما يكسب هاد هاد لي رومارك ثم عندنا التعطيل ديال اكس على ايكغيك و سي 2 إذا هنا لاحظوا كما قلت لكم قبيلات بين الفرق والخارج ما كنأثروش ما نقبلش ونقص عدد مع عدد ولا نقص مع عدد على عدد اش كندير لاحظ معايا هنا غادي نأثر اكس في واحد على ايكغيك وسي 2 متفقين زائد 5 ايكغيك زائد 5 لا ايكغيك زائد 1 على زائد 5 اسمح هنا راني غلطت راني زايد 5 ماشي زايد 1 اسمح اذا قلت انا التعطيل ديال اكس على ايكغيك اس 2 هو التعطيل ديال اكس عامل 1 على ايكغيك اس 2 شنو غادي نديرو غادي التعطيل قلنا ديال اكس عندي بقى لي التعطيل ديال ايكغيك اس 2 لدينا عندي ايكغيك سيدي محصور ما بين ناقص 4 وناقص 1 عندي ايكغيك محصور ما بين ناقص 4 ناقص 1 غادي نردو بموجب يعني غادي ناخذ السؤال اللي درت في الاول غنضرب كلشي في ناقص خرجت لي هاد العمليه لاحظتوا في التعطيل ديال ناقص ايكغيك علاش ناخذ هادي لان الا خديت هادي كنخص نقوم بواحد العمليه ديال فاش ندير اس 2 خصها لي يرجع اليمين ولا يرجع اليسار علاش كيتسمى بحال ضرب في عدد سالب وفاش كنضرب في عدد سالب كنغير المواقع اذا انا باش ما نطيحش في هذا المشكل كندخل ناقص على ايكغيك ونردهم موجبين بدون ما نغير كنردهم موجب موجب داك ناقص ايكغيك ونغير المواقع في الاول وندير 1 اس 2 وندير ناقص ايكغيك اس 2 وندير 4 اس 2 اللي غتعطينا هنا تمشي ناقص مع اس 2 نبقى ايكغيك اس 2 1 اس 2 هي 1 وهذه 16 عندنا اكس كنعرفوها عندنا من التمرين كناخذ من المعطيات صافي فاش غادي ناخذ دابا غادي نضرب غنضرب الصغير في الصغير والكبير في الكبير غنضرب الصغير في الصغير والكبير في الكبير باش نلقى التعطير ديال اكس على ايكغيك اس 2 السميح راه مازال خصني ندير هنايا المقلوب راه خصني مازال ندير المقلوب اللي هو سيدي 1 على ايكغيك اس 2 محصور ما بين 1 على 16 و 1 على 1 اللي هو 1 1 على 1 يساوي 1 و 1 على 16 ردوا البال بين حتى في المقلوب بحال بحال فاش كنضرب في عدد سالب فاش كنضرب في عدد سالب كنغير المواقع وفاش كندير مقلوب عدد العدد كذلك كنغير المواقع العدد اللي كان اليمين رجع اليسار كان على اليسار رجع اليمين هادشي كله درته في الدروس ودرته في التمارين وعيد فاش كنضرب في عدد سالب كنغير المواقع العدد ونضرب في هذاك العدد سالب وفاش كندير مقلوب عدد كنغير المواقع الاعداد وعاد ندير المقلوب اذا قلنا فاش عندي اكس ما سمح لنا قبل درت هذه النتيجه قبل استبعد نديرها ولدينا اكس محصوره ما بين 3 و 5 من التمرين دابا غنضرب الكبير الصغير في الصغير والكبير في الكبير اللي غتعطينا اكس لاحظوا معايا اكس عامل 1 على ايكغيك اس 2 محصوره ما بين 3 ديال اكس و 1 على 16 ديال ايكغيك اس 2 عفوا ندير 1 على ايكغيك اس 2 ثم 5 ديال اكس و 1 على 1 اللي هي 1 ديال
يقولوا سي 2 لا تعطينا هي 3 على 12 اكس على y سي 2 5. هذا هو التقطير ديال اكس على y سي 2. واسمح على بعض المقاطعات هنا. السلام عليكم.